بكم إلى فقرة أنا أرى، وكل عام وأنتم بخير. يحتفل المسلمون اليوم بعيد الفطر المبارك، وفي فقرتنا سنستعرض أهم ما وردنا من صور التي عكست مظاهر احتفال من مختلف الدول. نبدأ جولتنا من السعودية، حيث بعث لنا رائد بن سعيد من مدينة الطائف لمنطقة مكة المكرمة هذه الصورة التي نرى فيها ازدحاما بأحد الشوارع الرئيسية وسط أجواء بفرحة الاستعداد للعيد. نبقى في السعودية مع هذه الصورة التي شاركنا بها علي عاتي، ويظهر فيها أهالي قرية زمزم التابعة لمركز موسم في جازان، وهم يؤيدون صلاة عيد الفطر وسط أجواء يعمها الأمان حسب تعبير المرسل. وفي السياق ذاته نأخذكم إلى لبنان، حيث أرسل لنا خليل خرديني صورة لصلاة عيد الفطر في قرية سعد نايل بمحافظة البقاع. ومن لبنان إلى أستراليا، وصلتنا هذه الصورة من أحمد من مدينة ملبورن، وكما نرى في الصورة السماء ملبدة بالغيوم أثناء الاحتفال بالعيد صباح اليوم. نبقى في أجواء عيد الفطر مع هذه الصورة التي وصلتنا من بوبكر العربي، يعكس لنا فيها فرحة أهالي ولاية أدرار جنوب الجزائر بعيد الفطر المبارك. ومن الجزائر أيضا وصلتنا هذه الصورة من الجزائر أيضا، والتي تتخذها هذه الصورة تعكس مواهب النساء في طهي الحلويات. والاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.